كان في شاسع كبير قوي. هو كابتن ياسر خلينا اكلمك واحنا بنتناقش مع بعض. هو فكره الخوف من كورونا، فالعالم كله عنده كورونا وبعض الدول ابتدت تشتغل بشكل طبيعي. هي عمليه الفرز انت زي ما انت قلت لحضرتك كده، لو واحد ولا اتنين بيطلعوا فانت بتفصلهم عن العيوب، بتبتدي تشتغل، لان الحياه لن تتوقف عند هذه الجزئيه، لان ممكن كورونا يعني يطول معانا، يعني الجزئيه دي هتطول معانا. هي دي النقطه يعني. مظبوط. ما عشان كده انا بقول لك احنا يعني لازم نرجع. الانديه لازم تلعب، وانت عارف دي برضو في ده اقتصاد. والوقت صحيح. الكره ان خلي بالك انت مش كره قدم بس، انت بتشغل الفنادق، الاتوبيسات، بتشغل العماله اللي تحت كل فريق الغير مرئيه للمجال نفسه كمان يا كابتن، يعني غير مباشر كمان، في عمال وفي حاجات كتير جدا في المنظومه ما ينفعش نقف ونوقفها. صحيح. وليه نوقفها اصلا؟ لكن كله يقول لك ايه يا عم نعمل دوري جديد. طب انت منها ما انت تتمرن، ودي شغلانه اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه. صحيح. هي اللي عليها تعمل لك كده، عليها توفر لك الدوري ده وتدخلك على الدوري اللي بعده، حتى لو في فتره بسيطه. بقى في وقت من الاوقات كان الفتره بتبقى اسبوعين وتكمل الدوري اللي بعد. احنا اصلا عاصرنا الوقت ده. الدوري في الدوري ده ممكن تاخد اسبوعين ثلاثه وتلعب ثاني. طب العكس، لما تخلي الدوري في الدوري، اولا هتبعد عن فتره الاعداد، هتلاقي اللعيب اللياقه البدنيه بتاعته موجوده، هتلاقي الفتنس موجود والماتشات موجوده، فانت مش هتحتاج تعمل فتره اعداد ثانيه. فاحنا مش عايزين ندخل في الجزئيه دي، علشان الجزئيه يعني بمعنى اصح دخلت قوي. وشايف، وانا اعتقد ان هو النادي الاهلي حتى لو له حق اللي هو عايز الدوري يرجع ليه، فرق بين الاول وبين الثاني، مش هقول لك بين فرق كبير، انت بتتكلم في الثاني 33 اعتقد، والنادي الاهلي 48 او 49 بوند. فيعني بتتكلم في فرق كبير جدا. وحتى لو يا سيدي هنقول النادي الاهلي فيه منافسه، هو مش ب 100% الاهلي حسم الدوري، بس على الورق لسه. لكن في صحيح يا كابتن، هي عودة الحياة. أنا بالنسبة لنا احنا كلنا أو كل الرياضيين وكل الناس المحبين للدوري المصري، هو العودة مرة أخرى للحياة الطبيعية والشكل الطبيعي في كرة قدم. ولازم نتغلب على المشاكل. طيب شيء مهم، أنا يمكن هبعدك كأب لكن هكلمك كنجم.